شخص له دين على شخص آخر يعتبر معدوم، الرجل مش قادر يسدد الدائن، المدين مش قادر يسدد، والدائن يظن ان هو هذا الدين معدوم، فنظر لله ان يتصدق بمبلغ مالي محدد. انا ليه عندك 100,000 وال100,000 ايه؟ ذهبوا يشربون فغرقوا، فقلت يا رب لو انك جبت لي 100,000 انا هطلع 10,000 نذر علي. بعد ذلك حدثت مفاوضات بين الدائن والمدين، حدثت مفاوضات، وارتضى الطرفان بعد تلك المفاوضات أن يتنازل الدائن عن نصف الدين وأن يسدد المدين النصف فورا. 50,000 جايالي ولكن مش 100,000، أنا قلت إيه في النذر؟ لما تجيني 100,000 هطلع 10,000، دلوقتي جات لي 50 بس. فهل في هذه الحالة على صاحب النذر شيء بخصوص النذر؟ يخرج نصف النذر يعني؟ يعني يخرج 5,000 عشان جاله كده ولا إيه الحكاية؟ لا، ده ما يخرجش حاجة خالص، لأن النذر يمين. والله لو جاي 100,000 لطلع 10، ما جاتش 100,000 يبقى مش هطلع حاجة. النذر الفقهاء حاطينه مع باب الأيمان والنذور، كأنه قسم، نذر علي، نذر لله علي، معناها والله في هو ما قالش والله لكنها في قوة والله، ولذلك تأخذ حكم اليمين. طب حكم اليمين ايه؟ قلت والله لو سدد 100 لأخرج 10، جه سدد 50 ما اخرجش حاجة لأنه لم يسدد 100. الشروط اللغوية أسباب شرعية، شوف القاعدة بقى، احنا بنحب اهو نقول قواعد. الشروط اللغوية أسباب شرعية. إيه الشروط اللغوية؟ إن جئتني أكرمتك، شرطه اللغة، ده سبب شرعي، إنه إكرامك مرتبط ها بالمجيء، يستفاد من وجوده الوجود ويستفاد من عدمه العدم، أدي السبب عند الشرعيين. يستفاد من دخول الظهر وجوب الصلاة، الشمس لسه ما وصلتش درجة 91 يبقى ما فيش ظهر، ما صليش الظهر لسه، أصلي الظهر إزاي؟ ما الوقت لسه ما أذنش. يبقى إذن السبب الشرعي يستفاد من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الشروط اللغوية كذلك هي يستفاد من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. فلما أقول إن جبت لي 100 هدفع 10، ما جاتش 100 مش هدفع حال، مش هدفع 10. ليه؟ لأنه الشروط اللغوية أسباب شرعية. يا سلام، قواعد.